ازيكم يا احلى ناس، اتمنى تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة فراخ بلاو افغاني، طريقة سهلة وحلوة، اتمنى ان هي تعجبكم. اول حاجة كده معي الفراخ، هقطعه كده زي ما شايفة معايا. شوفي اعملي الكمية اللي انت عايزاه، فانا بعمل لشخصين بس. معايا كده ملعقة ونص توم وجنزبيل مفرومين، ونص عصير ليمون، وهحط الملح وظبط الملح بتاعك، وهحطها في الفراخ، وهخلي الفراخ في التتبيلة دي لمدة نص ساعة. تمام، فهحط كده. فانت لو عندك مثلا كيلو فرخة كاملة حطي ليمونة، او لو العصير كتير ما تحطيش. وده الرز، كوباية ونص من الرز نقعته وغسلته ونقعته. معايا جزرة كبيرة او جزرتين، فهقطع بالطريقة دي شرايح. وبعد كده هجيب طاسة وحلة، حط شوية زيت، وهحمر الجزر معايا. أول حاجة هبتديها، طبعا أنا جهزت كل حاجة معايا، بس هديله تتبيلة كده زي ما شايفة، أغير اللون. بعد كده أشيله من الزيت. بعد كده أنا كنت قشرت لوز، وعندي برضو زبيب، هحمره كده، بس اديله تشويحة كده، واشيله في نفس الصحن مع الجزر، وبعدين ده هركنه على جنب ونشوف هنعمل ايه بعد كده. انا قطعت بصلة فرنشات زي ما شايفة كده معايا، حط البهارات دي معايا. عايزة نجمة واحدة، ينسون، وواحدة هيل اسود، وتلاتة قرنفل، وتلاتة هبهان اخضر، وقرفة مكسرة، وحتى الفلفل مكسرة وبالمدق، ونص ملعقة كمون صحيح. احمره كده شوية. بعد كده اجيب الفراخ اللي انا كنت نقعه في التتبيلة بتاعته، هحطه واقلبه كويس لغاية لما ياخد له. حط كده معايا جنزبيل فريش، وقرنين شطة خضرة، وملح، وظبط الملح. حطيت مية، المية هنا انا عاملة كوباية ونص، وحطيت قولي حوالي كوبايتين من المية. فحشيل الجداد بعد ما يستوي معايا خالص، وحط الرز على الشوربة دي، وهغطيه على نار واطية. وادي كده الفراخ بعد ما استوى، هجيب طوة وهحديه تحميرة عشان يبقى طعمه حلو حلو، ولونه يبقى شكله حلو، ياخد تحميرة حلوة معايا. فبعد ما اديه التحميرة دي، هيكون هنا اجيب الرز، هيكون طاب معايا زي ما شايفة كده. هنا كده استوى، هجيب الجزر احطه، واللوز، واحط الزبيب. وبعد كده اجيب الفراخ احطه زي ما شايفة كده معايا. تمام، وحديله حوالي 5 دقايق كده، واحط البهاريز اللي طلعت من الفراخ بعد التحميرة. هدي كده بعد 5 دقايق كده قلبته، ده كده كله على نار هادية زي ما شايفة معايا. بصراحة طلع رهيب حلو. لو عجبتك الوصفة، لايك وشير وسبسكرايب تو ماي شانل مع اسرار المطبخ مع سوسن، لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.